بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في ليلتنا هذه فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، ونسألك ربنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وبفضل الله عز وجل ومنته وكرمه وتثبيته، وصلنا في رحلتنا القرآنية المباركة إلى صفحة رقم 279، وما زلنا مع سورة النحل. تبدأ الآيات الكريمة بقوله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني الله سبحانه وتعالى هو المطلع على العباد، هو السميع البصير، سبحانه جل وعلا يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يسمع الله تبارك وتعالى قول المشركين يقولون عن نبينا صلى الله عليه وسلم إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه القرآن إنسان، وهم كاذبون في دعواهم. إنما يعلمه بشر يعني إنسان، وهم كاذبون في دعواهم سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يبطل زعم هؤلاء وكذب هؤلاء فيما قالوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلغة من يزعمون أنه يعلم أعجمية، وهذا القرآن نزل بلسان عربي واضح ذي بلاغة عالية، فكيف يزعم هؤلاء أنه تلقاه من أعجمي؟ قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. يعني إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أنها من عنده سبحانه وتعالى، لا يوفقهم الله تبارك وتعالى للهداية ما داموا مصرين على ذلك. وإحنا اتكلمنا امبارح قلنا سألنا سؤال: هل الله سبحانه وتعالى يضل؟ هل الله تبارك وتعالى لا يهدي عباده سبحانه جل وعلا؟ حاشا الله تبارك وتعالى أن يكون منه هذا ابتداء، وإنما هذا كان من باب الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقة. يعني هم أصلا ليس في نواياهم إن هم يسعوا إلى طريق الهداية، هم يكذبون القرآن ويكذبون نبي القرآن صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى لا يهدي مثل هؤلاء، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. يعني لا يوفقهم الله تبارك وتعالى الهداية ما داموا مصرين على ذلك، عندهم إصرار على الكفر، عندهم إصرار على تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهم عذاب أليم يعني عذاب موجع بسبب ما هم فيه من الكفر بالله والتكذيب بآيات الله تبارك وتعالى. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يعني ليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ليس كاذبا فيما جاء به من ربه، إنما يخترق الكذب الذين لا يصدقون بآيات الله، لأنهم لا يخافون عذابا ولا يرجون ثوابا، وأولئك المتصفون بالكفر هم الكاذبون، لأن الكذب من عادتهم التي اعتادوا عليها. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والمعنى من كفر بالله عز وجل من بعد إيمان إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان موكن بحقيقته، لكن من كان منفسح الصدر بالكفر فاختار الكفر على الإيمان وتكلم به طائعا فهو مرتد عن الإسلام، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه رخصة عظيمة من الله تبارك وتعالى لمن أكره ووقع في مثل هذا الموقف، عافانا الله تبارك وتعالى وإياكم. وكأن السلاح من فوق رقبته، وكأن هناك من يقول له قل كفرت بالله، فقال فنطق بهذه الكلمة، الله تبارك وتعالى أباح لمثل من يقع في مثل هذا الموقف، أعطى الله تبارك وتعالى هذه الرخصة أنه يتلفظ بهذه الكلمة، ولكن قلبه عامر بالإيمان، قلبه عامر بطاعة الله عز وجل وبتوحيد الله تبارك وتعالى. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني ذلك الارتداد عن الإسلام بسبب أنهم آثروا ما ينالونه من حطام الدنيا مكافأة لكفرهم على الآخرة، وأن الله لا يوفق القوم الكافرين إلى الإيمان بل يخذلهم سبحانه وتعالى. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. يعني هذا الذي ارتد عن الإيمان، ارتد عن الإيمان ودخل في الكفر والعياذ بالله، أولئك المتصفون بالردة بعد الإيمان هم الذين ختم الله عز وجل على قلوبهم فلا يفهمون المواعظ، وعلى أسماعهم فلا يسمعونها سماعا ينتفع به اللي هو سماع الايه، سماع القبول، وعلى أبصارهم يعني وعلى ختم الله عز وجل كذلك أو طبع على أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدالة على الإيمان. يعني الملحد ده ما تلاقي واحد ملحد وينكر وجود الله سبحانه وتعالى، هذا الشخص طبع الله تبارك وتعالى على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره. المؤمن يرى الآيات من حوله، يرى كل آية تدل على وجود الله تبارك وتعالى، وعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل آية له كل آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. لله في الأفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عينك. فهذا الملحد طبع الله عز وجل، أو هذا المرتد طبع الله عز وجل على قلبي وعلى سمعي وعلى بصري، ما عندوش ذرة إيمان حتى يعترف بوجود الله تبارك وتعالى. مهما استمع من المواعظ، مهما استمع من آيات القرآن لا يهتدي. السبب إيه؟ أن طبع الله عز وجل على قلبي، على قلبي بسبب ما اطلع الله عز وجل على سوء نية هذا الشخص. وأولئك هم الغافلون، يعني غافلون عن أسباب السعادة والشقاء وعما أعد الله عز وجل لهم من العذاب. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم يعني حقا إنهم يوم القيامة هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم، الذين لو تمسكوا به لدخلوا الجنة، الذي لو تمسكوا به كانوا من أهل الجنة. ثم إن ربك للذين هاجروا، من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني ثم إن ربك أيها الرسول لغفور ورحيم سبحانه جل وعلا، لكن لمن هذه الصفة الله تبارك وتعالى يختص بها من عباده سبحانه جل وعلا. والغفور والرحيم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه الأسماء أسماء متعدية،
أسماء متعدية بمعنى أن نثبت الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى الغفور، ومن أسمائه الرحيم فهو الغفور، ومن صفاته المغفرة، وأنه صفة الفعل أنه يغفر سبحانه جل وعلا. كذلك الرحيم أنه رحيم، ومن صفاته الرحمة وأنه يرحم سبحانه جل وعلا. لكن الله تبارك وتعالى يغفر لمن ويرحم من؟ الله سبحانه وتعالى. الرحمة خاصة بعباده المؤمنين، الرحمن يعني رحمن الدنيا والآخرة، كما رزق المؤمن فهو كذلك يرزق الكافر في الدنيا ويعافي هذا الكافر من الأمراض والأوجاع، هذا من رحمته تبارك وتعالى الدنيوية فهو الرحمن. أما في الآخرة الرحيم خاص بعباده المؤمنين سبحانه جل وعلا، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة ديت لمين؟ الله تبارك وتعالى اختص بالمغفرة والرحمة المستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. يعني كانت هذه الآيات نزلت في مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم نطقوا بكلمة الكفر، والله تبارك وتعالى مطلع على قلوبهم ويعلم أن قلوب هؤلاء عامرة بالإيمان به جل وعلا. فالله تبارك وتعالى غفر ورحم هؤلاء وعفى عنهم على هذه الكلمة التي نطقوا بها وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. فهذه الآيات في المستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان ثم جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وصبروا على مشاق إن ربك من بعد تلك الفتنة التي فتنوا بها والتعذيب الذي عذبوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر لغفور لهم رحيم بهم سبحانه جل وعلا، لأنهم ما نطقوا بكلمة الكفر إلا مكرهين سبحانه جل وعلا عفى عنهم وسامحهم على ذلك. يستفادوا من هذه الآيات رقم واحد الترخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب بالإيمان، فهذه رخصة من الله تبارك وتعالى ما دام كانت مجرد كلمات على اللسان وهي مخالفة لما اعتقد الإنسان من داخله. رقم اثنين المرتدون استوجبوا غضب الله عز وجل وعذابه لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وحرموا من هداية الله عز وجل، وطبع الله تبارك وتعالى على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وجعلوا من الغافلين عما يراد به من العذاب الشديد يوم القيامة. رقم ثلاثة كتب الله تبارك وتعالى المغفرة والرحمة للذين أمنوا وهاجروا من بعد ما فتنوا وصبروا على الجهاد. اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم لا تقبلنا إلا وأنت راضٍ
عنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.